نجحت الفنانة التشكيلية اليونانية إيفا ميلا في نقل معاناة شعبنا الفلسطيني عبر لوحاتها التي تحاكي أوضاع شعبنا تحت نيران الاحتلال، وذلك خلال معرضها في العاصمة أثينا. المزيد في تقرير سمان فخري. تحت عنوان سأستمر في غناء الفرح وراء جفون العيون الخائفة، افتتحت الفنانة التشكيلية اليونانية إيفا ميلا في العاصمة أثينا معرضها الشخصي عن معاناة الشعب الفلسطيني من خلال لوحاتها التي عبرت بشكل واضح عن مآسي وأوجاع شعبنا نتيجة جرائم الاحتلال وعدوانه المستمر عليه. شارك في الافتتاح السفير الفلسطيني في اليونان وعدد غفير من الشخصيات اليونانية. هذا المعرض مخصص لنضال الشعب الفلسطيني من أجل العيش حرا في وطنه، وسأقول ذلك في العاصمة الفلسطينية القدس الشرقية. لقد كنت أرسم هذه الأعمال طوال السنوات العشر الماضية تضامنا مع فلسطين، وأعتقد أن موجة الدعم للشعب الفلسطيني في اليونان قوية جدا وستزداد قوة. أولا أود أن أشكر الفنانة التشكيلية إيفا ميلا على هذا العمل العظيم والرائع الذي يعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني والمجازر التي ترتقب حقه. هذه الفعالية وإن دلت على شيء فهي تدل على وقوف الشعب اليوناني مع الشعب الفلسطيني في محنته. لوحات رسمت أغلبها بالحبر الأسود وقليل من الألوان الأخرى وبأحجام متنوعة، نقلت إيفا من خلال فرشاتها الواقع الفلسطيني المرير والممزوج في ذات الوقت بالأمل والحياة. أعتقد أن الألم ليس هو الذي يسود في ظل محن الناس، بل هو دافعهم للنضال لإيمانهم بحرية فلسطين. كما ترون هناك الكثير من الناس حضروا هذا المعرض لأنه يتعلق بفلسطين. إنه معرض صادم، اللوحات فيه قوية جدا، فهي تخلق شحنة عاطفية قوية فينا وتخلق التعاطف والتواصل بقوة مع الأحداث المأساوية الفلسطينية. شتات ورحيل وموت ودمار وقيود وسجون، عناوين لوحات جسدت تلك المعاني من خلال الرسومات التي تفاعل معها الجمهور اليوناني بشكل كبير. I want to say that we really Greek people, we love Palestinian people, we think, we feel that. أنا معجب حقا بهذه اللوحات لأنني أعتقد أنها عن أناس أقوياء غير عاديين، وأريد أن أقول نحن الشعب اليوناني نحب الشعب الفلسطيني كثيرا ونؤمن بقضيته ونرى أنه تعرض لجريمة كبيرة بحقه منذ سنوات طويلة. In the history of humanity, what is happening right now? And it should stop immediately. ولا شك أن للريشة والفن تأثير ربما أبلغ في المتلقي من لغات السياسة والساسة في إيصال وجع طال أمده لشعب لا زال يناضل رغم الخيبات والخذلان. لتلفزيون فلسطين سامان فخري، أثينا.